تعالوا نتكلم شوية بقى في عيد الحب، لان النهاردة اكيد يعني الحبيبة عمالين يبعتوا لبعض رسائل، واللي بيجيب دباديب واللي بيجيب هدية لزوجته او لخطيبته او لمشروع خطوبة حاجة زي كده. يعني زي ما قلنا من شوية ممكن اي حد، زميل في العمل، افراد الاسرة بره بيتهادوا بالشوكولاتة. معرفش، يمكن احنا عندنا الشوكولاتة دلوقتي بقت سلعة غالية شوية، والدباديب برضو بقت غالية، انما برضو امر ما يمنعش. النهاردة مراسلنا محمد حكيم هيعيشنا شوية في جو الفالنتاينز داي من منطقة الهرم، وبقول لك عيد حب سعيد. مساء الخير يا حكيم. مساء الخير استاذ معتز، هابي فالنتاين لحضرتك ولاسره البرنامج ولكل مشاهدي قناه المحور، لكل المصريين. الحقيقه ان شاء الله يا رب يعني تبقى ليله سعيده وجميله على كل المصريين، ليله بالحب والسلام. وزي ما حضرتك قلت، الحب مش بس للكابل ولا الاثنين المتجوزين او المخطوبين، الحب لكل الناس. عيد الحب بيبقى ليله جميله، لكن في حاجه لو غابت منه يا استاذ معتز للاسف ساعات بيبقى ليله كلها نكد. لو غابت منه الهديه بالنسبه للناس اساسيه جدا، علشان كده انا هنقلك لحد من صناع يعني ليله الحب وعيد الحب، لانه راجل بيشتغل في بيع الهدايا من اكتر من 15 سنه، الاستاذ شريف فؤاد. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طيب احنا بنتكلم عن الهدايا بقى، عايز اعرف الناس بتتكلم بقى لها فتره عن غلا. بس على الاستاذ معتز واقول له كل سنه وانت طيب يا مستر معتز، وهابي فالنتاين دي. وانت طيب، شكرا. الموضوع هابي فالنتاينز داي ليك، يعني في دعايه اكتر والهدايا جددناها، وبموضوع السنه دي الحمد لله احسن من كل سنه الحمد لله. طيب الناس بتتكلم عن غلاء الاسعار ومع كده لسه بيشتروا هدايا، يعني كلمنا عن مين اللي بيشتري؟ هل مثلا كل الاعمار يعني الصغير الكبير، في ناس حتى كبيره بتيجي تاخد لاولادها. الموضوع يعني الحمد لله، والسنه دي والله فعلا احسن من اي سنه. طب انت بتشتغل في بيع الهدايا من 15 سنه، ايه اللي فرق شكل الهديه بتاعت عيد الحب من 15 سنه عن النهارده؟ لا، من 15 سنه كان يعني بوكيه ورد، كان دبدوب احمر. السنه دي الموضوع اختلف، او السنين اللي جت دي موضوع اختلف. بقى في حاجه اسمها ووتر بول، بقى في حاجه اسمها ميوزك بوكس، بقى شوكليت مع البوكس الهدايا. الموضوع زاد والحمد لله يعني، وكل سنه وانتم طيبين. طب والحاجات دي اسعارها عامله ازاي؟ يعني دبدوب اغلى هديه مثلا عندك، او دبدوب في حاجه لغايه 5000 جنيه وفي حاجه ب 10 جنيه، ففي كل الاذواق وكل الاعمار وكل الاسعار موجوده. يعني الدبدوب الكبير اللي ممكن الكاميرا توريه لنا اللي هناك ده في اخر صف ده سعره مثلا يعمل كام؟ ده 5000، ده اغلى حاجه. اغلى حاجه، بس ده عايز تفضي له اوضه لوحده، يعني بيقعد في اوضه لوحده، فاهم؟ دبدوب كبير يعني اجيب مثلا شقه 4 اوض، اعمل حساب 3 اوض ليا وشقه عندها فلل، وبياخدوه يحطوه في الريسبشن عندهم وكده. طيب يمكن استاذ معتز اجواء عيد الحب السنه دي زي ما ضيفنا شريف اتكلم، انا شفت بنفسي واحنا متواجدين هنا بقالنا فتره اعمار كبيره وناس في يعني في اعمار مختلفه. يمكن الحقيقه في سيده هنا مصريه كده جميله بتشتري هديه عيد الحب، وخلينا نقرب كده ونعرف. اتفضلي، ازي حضرتك؟ الحمد لله. يعني يمكن مألوف بالنسبه للناس انها تشوف اللي هم الشباب الصغيرين العرسان الجداد بيشتروا هدايا عيد الحب. انت النهارده جايه تشتري الهدايا، كلمينا كده عن الموضوع. عن الحب ولا عن هدايا عيد الحب؟ اللي انت عايزه تتكلم عنه، عن هدايا عيد الحب. هي مش حكايه هدايا عيد الحب، حكايه ان احنا المفروض كلنا نحس بالحب. بالظبط، الحب لكل الناس، الحب للخير، الحب للشعب، الحب للمرضى، الحب لل انت جاي تجيب هديه عيد الحب لمين؟ انا جاي اجيب هديه لبنتي والبناتي ولولادي ولاي حد من صحابي. بس عارف يا حكيم، عايز اسال مدام حاجه. لا انا زوج حضرتي راجل كبير. لا يعني هديه عيد الحب عايز هي معاك يا استاذ معتز. هو نظرتها رومانسيه وحلوه قوي، بس اليومين دول كله بتاع مصلحته، كله ما بيقعدش يركز جامد في مساله الحب دي. تجيب هديه ملموسه ماديه اليومين دول، قول لها الكلام ده. عشان انا شايف انها رومانسيه شويه. بيقول لك انه كلامك حلو وكلامك جميل بس مثالي شويه، اليومين دول بقت الناس كلها بتاعت مصلحتها، ما حدش بيبص للحب. هقول لحضرتك حاجه، طبعا انا سلامي اولا للاستاذ معتز، انا بعزه جدا. اول حاجه هو ده السبب الحقيقي اللي احنا فيه، كلمه ان مفيش ان في ماديات وان مفيش الحب ومفيش المثاليه، هي دي مش مثاليه، هو ده اللي المفروض يبقى موجود.
احنا عشان من الزمن الماضي فعندنا الحب لان اتربينا على كده، حب لاخوك، حب لاختك، حب لصاحبك، حب لجارتك، حب حب حب. احنا اتعلمنا وتربينا على كده، والدين سواء الاسلامي سواء المسيحي سواء اليهودي بيقول الله محبة، الله هو الحب. الحب زمان كان مختلف عن النهاردة؟ طبعا، لان ما كانش فيه ماديات. كل سنة وانت طيبة وهابي فالنتاين. طيب حبيبي. هي دي الاجواء استاذ معتز، يعني في عيد الحب وفي ليلة يا رب تبقى حب على كل الناس، وهابي فالنتاين لحضرتك واسرتك والاسرة البرنامج ولكل المصريين. وليك انت كمان يا حكيم ولاسرتك وكل حبايبك. شكرا لمحمد حكيم من منطقة الهرم. والسيدة الفاضلة بتقول لك زمان كان مختلف. انا فاكر زمان ما كانش فيه دباديب، كانت الناس تتهدى كيس لب، حاجات يعني في متناول اليد. الوقت الحب بقى مكلف قوي قوي على فكرة، عشان كده يمكن الناس بطلت، يعني قال لك يا عم انا الاقيها منين ولا منين. طيب